وفي اليوم العالمي لمرض السرطان للحديث عن الواقع الطبي أيضا والمطالبات بإنشاء مزيد من مراكز مكافحة السرطان في العراق، ينضم إلينا الطبيب الاختصاصي العراقي الدكتور إبراهيم سليمان. دكتور إبراهيم، مرحبا بكم. يعني كما استمعت إلى هذا المقتطف، مواطنون ومصابون بالسرطان من مدينة السماوة في المثنى يطالبون بإنشاء مراكز خاصة لمعالجة أمراض السرطان. ما الذي يمنع الحكومات المتعاقبة من زيادة عدد المراكز في العراق دكتور؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناة الرأي. مرحبا دكتور. أستاذ العزيز، أنا طبيب ودا أراقب الأحداث، خبرتي الطبية 42 سنة. تدري انت بالعراق كله بس اكو معهد الطب الاشعاع الذري، كل المحافظات تطب عليه في ساحه الاندلس. نعم. بس مركز واحد. هسه خطيه دا اسمع دول المواطنين يطالبون، اتهمت علي ابو السماوه وابو البصره ويدور مستشفيات وما مستشفيات. الدوله اللي سوتها كلش فتحت فروع طبيب اختصاص اورام باليرموك وطبيب اختصاص اورام بالبصره، اتهمت علي كل هذول. وللمعلومة الطبية ترى العلاج نص الجرعة، ما عندنا كمية أدوية مع السرطانات، يعني المريض يأخذ نص الجرعة ما يأخذ جرعة كاملة. وشوف بدليل النجاح صفر، ما عندنا أورام بالذات هاي مال اللوكيميا، أمراض الدم مال الأطفال والدنيا. نعم. كلها تتحملها الدولة. أنتوا هسه دائما تلحون الحكومات المتعاقبة، من قال لك إحنا عندنا حكومات؟ احنا عندنا عصابات دمروا الشعب وانتهوا البلد، ما عندنا حكومات. دكتور يا سيدي العزيز، دكتور من الناحية الطبية إذا ما تحدثنا عن السبب، يعني هل ساهم التلوث البيئي لا سيما الدخان الناتج عن الغاز المحترق عن استخراج النفط، هل ساهم بزيادة أعداد المصابين بالسرطان في محافظة البصرة على سبيل المثال؟ هل تعتقد ذلك؟ بالتأكيد نعم أعتقد ذلك. نعم، هذا الحرق الغاز، حرق النفايات، افتهمت عليها. نعم. هسه شوف المعلومه الطبيه اعطيك اياها، ما عندنا سيطره نوعيه على كل ما يصير بالبلد، حتى قضايا الاستيراد والدنيا المسممه والمعرضه للاشعاع والغيره ما عندنا سيطره نوعيه. الكل يسمعني وكل يعرفون بس ما حد يحكي. اكو ناس مستفيده من ما يصير بالبلد، فهمت علي؟ فيا سيدي العزيز، احنا هذا الحريق والغازات وشركات النفط، ليش يكتون عنها؟ بدها تعطي كوميشن. يعني انا هسه قريب على شغلات الادويه وما ادري، شركات المعتبره غادرت البلد، رادوا من عندهم كوميشن وما نطوا كوميشن، فهمت علي؟ ورادوا فقط هاي الشركات اللي بين قوسين. ولكن دكتور ابراهيم، ولكن الملاحظ ان هناك غياب للرقابة الحكومية على الشركات النفطية، هل أنت توافق في ذلك؟ طبعا شو موافقك. نعم. طبعا غياب دي ينطون حد، لا إله إلا الله، أنت سامع اللي راقب ينطي المقسوم ويسكت عنه. هذا اللي غياب الرقابة، غياب الرقابة عن كل شيء سيد العزيز، والله عن كل شيء. بلدنا راح أخويا، والله بلدنا راح، العراق راح، يعني حتى الوعي الطبي والوعي الجسمي ما موجود بعد مع الأسف. نعم. دكتور إبراهيم، مع وصف الجمعية الملكية البريطانية للأطباء وعالم الأورام في وقت سابق، وصف البصرة بأنها هيروشيما أخرى، ولكن باعتبارك طبيب متخصص، هل ترى أن الخطط الطبية الحكومية ترقى لهذا الخطر المقبل، خاصة إذا ما علمنا أن أكثر من 40% من سكان البصرة مهددون بالإصابة بمرض السرطان؟ صحيح. كلامك كلش منطقي وصحيح، وحتى هاي الجزمة، يعني دول اهل البصره مقاريد، مأساة، يعني البصره مأساة. بس الله يعرف، احنا عندنا هسه البصره والفلوجه من اليورانيوم مال الجسم مال الامريكان. نعم. من بعد الاحتلال تم عليه كل هاي مآسينا. انت تجي تقول لي يعني 2% حتى واحد يكون منصف ما عندهم باتجاه يعني يقللون من الاصابات السرطان كما يسمى بين قوسين دوله او حكومات متتابعة. دكتور، هل تعتقد أن الخطط الطبية ترقى لمواجهة هذا الخطر الدامي خاصة في محافظة البصرة والمحافظات العراقية الأخرى؟ ما كويس عزي. ما ممكن، بدليل ريجريشن، يصير عندنا ريجريشن، يعني التقدم إلى الوراء وليس إلى الأمام، التقدم إلى الوراء هنا بالقضايا الطبية.
القضايا العلميه كمان بالقضايا هاي مع متابعه الاورام ما زاد. انا دكتور، العراق يحتاج اليوم الى صندوق للتعافي وعلاج السرطان، تعتقد ذلك دكتور؟ اي صحيح صحيح يحتاج، طبعا يحتاج. كيف يتم ذلك دكتور؟ كيف يتم ذلك؟ اذا اكو ايدي نظيفه تستلم هذا الملف اكو نتائج. نعم، بس الايدي كلها ملوثه، كل الايدي اللي جت بعد الاحتلال وحتى بعد قبل الاحتلال اتهمت عليه كلها مشكوك ببلاءه للوطن. دكتور، هل هناك خطورة بالزيادة في موضوع أعداد المصابين بالسرطان؟ هل هناك خطورة على مستقبل أطفال العراق وحتى على كبار السن؟ بالضبط، أكو كرد. نعم أكو كرد يصعد، الأمور دي تصعد كلش، خطورة من خطورة دي تصعد عدد الإصابات، تشوهات الولادية. هسه احنا شوف تحك عليه، هسه جبتوا طار السماوة البرونكوجينيك سرطان الرئة وسرطان القصبات، الجسم ده يصعد بالسماوة. إذا تتذكر بالسم نعم دكتور، ما هو الحل؟ الحل والله هاي الطبقة الحاكمة للاحتلالية هسه شوفها وتجي طبقة أخرى عشان تستبشرنا بخير. الطبيب الاختصاصي العراقي الدكتور إبراهيم سليمان، شكرا جزيلا لكم.